فيديو قبل كده عملت تحليل عن شخصية مغني الراب ويجز، والتحليل ده عجب ناس كتير جدا، ولكن في بعض الكومنتات جاتلي بينتقدوني في حاجتين تحديدا في التحليل ده، والحاجتين دول هما تقبل الآراء والأمانة. والسبب في ده ان في مشكلة حصلت بين ويجز ومغني راب تاني اسمه دينو او دينيو. اولا بس في نقطة لازم تكونوا عارفينها، انا بصراحة ما عنديش اخبار عن الفنانين، او ما عنديش اخبار عن الفن والمشاكل اللي بتحصل بين الفنانين والفضايح بتاعتهم. انا مجرد ان انا بحلل شخص مشهور، ولكن بسبب الكومنتات دي انا دخلت بصراحة قعدت ادور علشان اشوف المشكلة اللي حصلت بين ويجز وبين دينيو، وفهمت المشكلة حصلت ازاي. ولكن التحليل اعتقد ان هو ممكن يكون عكس ده شوية. مبدئيا كده قبل ما نحلل شخصية دينيو، انا عايز اتكلم في النقطتين اللي هي تقبل الاراء والامانة. في فرق كبير بين تقبل الاراء وبين الامر. يعني مثلا في واحد في الكومنتات قال لي يا ريت شخصية عتمان لما تطلع في اول الفيديو او في اخر الفيديو، لان انا ببقى مركز جدا في نص الفيديو وعتمان لما بيطلع بيفصلني. ده رأيي، انا حطيته في اعتباري وهبتدي احاول ان انا انفذه بس بطريقتي انا. ده تقبل اراء، لان انا من النوع اللي بيتقبل الاراء. لكن ممكن الكومنت يجي بشكل تاني، اللي هو مثلا ما ينفعش ان انت تطلع عتمان وانت بتعمل فيديو تعليمي. ده هنا ما بقاش رأي، ده هنا بقي امر، فانا في الحالة دي مش هسمع الرأي ده. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية حتة الامانة. انا اتكلمت ان في ويجز في عنده خطوط هنا كاملة، وده معناه الامانة. والمشكلة اللي حصلت بينه وبين دينيو زي ما موجود على الانترنت ان في خيانة حصلت بين الاثنين، او تحديدا ان ويجز هو اللي ساب دينيو بعد ما دينيو كان السبب في شهرة ويجز. بص يا صديقي، الشخص الامين بيحاول انه يبقى امين في مشاعره، ولكن لو اكتشف العكس من الشخص اللي قدامه، هنا بيبيع الشخص اللي قدامه فورا. يعني في الحالة دي هو ملوش عزيز. غير كده هو امين جدا مع الناس كلها، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش. عشان ما طولش عليكم، يلا ندخل على تحليل شخصية دينيو، وانا هحاول اربط بين الشخصيتين عشان نعرف سبب المشكلة الحقيقي اللي حصلت ومين فيهم هو الغلطان. بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنساش لايكاتك المتينة، وما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، ويلا بينا. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة مخ وعضلات. عايزك تركز معايا يا صديقي العزيز ويا صديقتي العزيزة في التحليل كويس قوي. وعلى فكرة انا ما عنديش اي مشكلة لو حد هيعترض عليا في اي حاجة. اول حاجة هتلاقيها في شخصية دينيو، ان ويا رب اكون بقول اسمه صح، يعني ان عينين الاتنين هتلاقيها قريبة من بعض. انا قبل كده اتكلمت في فيديو هتلاقيه في الاي اللي فوق ده، يعني ايه العين بعيد عن بعض ويعني ايه قريبه من بعض. المهم الشخص دوت بيكون التركيز عنده عالي جدا، يعني اي مشكله بتحصل معاه بيركز عليها جدا، ما بيقدرش ان هو يفوتها. طبعا من ضمن الحاجات اللي عنده الخط او الخطين اللي تحت عينيه، وده دليل ان هو بيعرف يتكلم كويس، او تحديدا بيعرف ينتقي الكلمات. في حالة ويجز خلي بالكوا هتلاقي في خط واحد تحت حنيه، هنا خطين، فاذا دينيو بيعرف ينتقي الكلمات اكتر من ويجز، لكن ممكن طبعا يكون في اختلاف في الاداء، دي قصة تاني. النقطة التانية، لو بصيت عند دينيو من مناخيره لغاية دقنه هتلاقي الجزء ده كبير جدا، واعتقد كده على اللي انا شايفه في الصورة، يعني ان هو ممكن يكون اكبر من الجزئين الفوقانيين. الخلاصة ده معناه ان التلقائية عنده سريعة، بمعنى ان انت لو غلطت فيه هو هيرد عليك فورا. يعني مثلا لو انت ماشي في الشارع وخبطت نوع من انواع الاشخاص دي هتلاقيه هيرد عليك فورا، ممكن يشتمك، ممكن يضربك، ممكن يزقك، لكن رد الفعل بتاعه هيبقى سريع في الحالة دي. طبعا في عامل خبرة هنا بيبقى موجود في قصة زي كده، مش معنى انت تخبط واحد في الشارع روح مديك بالبنية في وشك. يعني النقطة التانية اللي موجودة عند ديني، وهتلاقي بقه طالع لبره شوية، ده معناه التهور او الاندفاع. فانت لو حطيت نقطتين دول مع بعض، نقطة التركيز العالي ان ممكن تحصل معاه مشكلة، ونقطة التهور، فهنا هيبقى رد فعله فعلا سريع. انا لغاية دلوقتي لسه ما كونتش رأي عن المشكلة اللي حصلت، احنا بنحلل مع بعض وان شاء الله هنستنتج اللي حصل. في حاجة تانية انا شايفها عند دينية، وهتلاقي ودانه قريبة شوية، نازلة لتحت كده شوية، والنوع ده من الاشخاص بيسوف كتير، يعني بيقول ان انا هعمل كذا وهعمل كذا، ولكن بيتأخر في ده. والسبب في التأخير ان هو بيحاول يخلي الحاجة تطلع مثالية. يعني انا اعتقد دينيو مستحيل هتلاقي عنده اغنية
الكلمات بتاعتها مش راكبة على بعضيها أو مش مظبوطة. نوع الأشخاص برضو اللي بيسعى المثالية ده دايما بيكون عنده فريقين، ودايما بيجي على فريق على حساب فريق تاني. يعني مثلا لو هنفترض إن في شخص متجوز وعنده الصفة دي، فلو هنفترض ان مراته تعتبر فريق وعيلته هتعتبر فريق، لازم الشخص دوت بيجي على مثلا مراته قصاد عيلته، او بيجي على عيلته قصاد مراته. النوع ده دايما بيحاول يظهر بشكل مثالي قدام فريق من الفريقين دول. الحاجة التانية اللي موجودة عند الدينية، ولو بصيت على الجبهة بتاعته هتلاقيها قصيرة، وده معناه ان هو ما بيهتمش بالثقافات العامة. ما اقصدش ان هو ما عندوش معلومات، ولكن هو ما بيحبش يتكلم في اي حاجة ملهاش لازمة، ما بيحبش يتعلم معلومات من وجهة نظره ان هي مش مفيدة ليه. فبالتالي الشخص ده انا متأكد لو في حد قعد معاه كذا قعدة هتلاقيه دايما بيتكلم في الراب. وبالتالي النوعية دي من الاشخاص بتكون متميزة جدا في الحاجة اللي هو بيكون متخصص فيها. الجزء التاني اللي موجود عند دينيو ومش موجود عند ويجز، ان الجبهة عند دينيو عريضة جدا. على فكرة بالمناسبة دينيو انا شايف ان وشه واخد شكل مستطيل، والنوعية دي على فكرة ما بتخونش أبدا، ولكن هو لو حس بالخيانة بيتحول تماما. فانت طبعا هنا تهور وتركيز واندفاع. فالغاية دلوقتي أنا اللي شايفه إن هو اعتبر إن ويجز خانه، فبالتالي حصل الدسات اللي هو عملها، يا رب أكون بقول اسمها صح، يا دسات، إن هو يعمل أغنية أو يراب يعني على حد يشتم عليه أو حاجة زي كده. أنتوا بصلحوا لي معلومات يا جماعة، أنا معلوماتي عن الراب ضيعة. بالنسبة للجبهة العريضة، الشخص اللي عنده جبهة عريضة ده بيكون شخص قيادي، بيحب كده يمسك الناس من إيديها ويلا بينا نعمل كذا. في حالة ويجز الجبهة عنده ضيقة، الجبهة الواسعة ده بيكون شخص عنده ثقة في نفسه بالفطرة، هو بيبقى معتقد إن هو يقدر يعمل أي حاجة، ما بيخافش، الخجل حتى عنده قليل. مش قصدي انه خجول يعني قليل الادب، لا، ولكن في حاله ويجز العكس. الشخص اللي عنده جبهه ضيقه ده بيكون الثقه بتاعته مكتسبه، يعني ممكن نعتبر ان النوعيه دي من الاشخاص الثقه عندها في الاول بتكون ضعيفه، لغايه ما يعمل حاجه معينه ويبتدي ينجح فيها بيبتدي يتطور بسرعه جدا. واكبر مثال على ده انا شخصيا، لو اتفرجت على اول فيديو عندي هتلاقيني ولا كنت عارف اتكلم ولا عارف اعمل اي حاجه، تشوف اخر فيديو هتلاقي فيه اختلاف تماما في الشكل وطريقه الكلام وطريقه التصوير والاضاءه وكل حاجه. فانا اعتقد لغايه هنا كده، لغايه التحليل ده، ان ويجز كان بيعرف يراب ولكن على قده بسبب الخجل او الخوف، ثقته في نفسه لسه مش عاليه. فدينيو شاف فيه ان هو يقدر يراب كويس، فبالتالي اقنع ويجز، لان اتفقنا ان هو شخص قيادي، وخده من ايده وابتدى ان هو يخليه يراب. واحتمال كبير جدا تكون الكلمات بتاعه الاغاني اللي كانت في الاول اللي هي بتاعه ويجز تكون من دينيو، هو اللي كاتبها يعني. وهنا ابتدى ويجز يتشهر، ولكن زي ما قلت ويجز عنده حته التطور عاليه جدا، خصوصا ان هو عنده حته الاهتمام بطريقه تصميم الاشياء، ودي شرحتها انا على الحواجز بتاعته اللي بتلاقي الحاجب واخد شكل مثلث. فبالتالي هنا ويجز هيبتدي ثقته تعلى في نفسه، هيبتدي يفهم القصه بتتعمل ازاي. فاعتقد والله اعلم ان هو ابتدى يطور من نفسه علشان يبتدي هو يعمل اغاني بنفسه. وفي الحاله دي دينيو اكيد ما وافقش على حاجه زي كده، خصوصا ان دينيو عنده حته تاني برضو، لو بصيت على عينه هتلاقي الزاويه اللي بره من العين نازله تحت عن الزاويه الداخليه للعين، وده معناه ان هو بيلاحظ السلبيات جدا. وانا اتكلمت في فيديو على الحكايه دي وكنت مسميه الشخص الذي يتنبأ بالمستقبل، هتلاقيه في الاي اللي فوق دي. فالصفه دي عند دينيو هتخليه يشوف السلبيات اللي هي ممكن تكون في الاغنيه اللي كتبها ويجز. على فكره انا كل الكلام ده توقع يا جماعه، انا ما اعرفش اللي حصل بالظبط. فبالتالي دينيو كشخص قيادي ابتدى يقول للويجز لا ما تعملش اغاني بنفسك، انا بعمل لك الاغاني وانت بتتشهر بسبب ده والاغاني بتعجب الناس. ويجز بسبب ان هو ابتدى يتطور وثقته في نفسه ابتدى تعلى رفض حاجه زي كده، وده حقه على فكره. في الحاله دي دينيو المفروض في الوضع ده بسبب التهور والتركيز والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها هيبتدي يشوف ويجز بطريقه مختلفه، ان هو ابتدى يخونه او عايز يستقل بنفسه. في الحاله دي دينيو هيبتدي يعاتب ويجز بشكل قاسي، واعتقد ان هي دي كانت الفصل بينهم وويجز قرر ان هو يشتغل لوحده. بس انا مش عايز اطول، بس ده اعتقادي للتحليل ككل. لكن لو انت عايز تعرف مين شخصيته كويسة ومين شخصيته شريرة مثلا، انا شايف ان الاتنين اشخاص مش سهلين، يعني ما يعتبروش اشخاص ساذجة يضحك عليهم بسهولة. ولكن بناء على التحليل اللي انا شايفه، انا شايف ان المشكلة
حصلت بسبب الكلام اللي انا قلته، فممكن يكون مفيش حد غلطان فيهم الغلط اللي هو يخلينا نتهم حد فيهم وبس. ده التحليل اللي انا استنتجته بناء على صور ويجز وصور دينيو. يا رب يكون التحليل عجبكم، وما تنساش تكتب في الكومنتات ايه رأيك في التحليل اللي انا حللته، وهل تتوقع ان المشكلة زي ما انا توقعت بناء على التحليل ولا ليك رأي تاني؟ وبس يلا، سلام عليكم.